المفروض اول لقاء من اول طفل. اسمك ايه؟ شيف. انت كنت بتقاتل مع الحوثيين؟ ايوه. الحوثي خدوك ازاي؟ بزوني من السوق، قالوا بزوني، شرحت معهم، شلوني ومشينا. قال تعالوا معنا نروح، خذوني بالعنف، مشوني بنطميل وركبوني فوق الطقم ومشوني. قال كلبشوني ومشونا، دخلوني بحثوني ويسمعوا اقوال سيئه. انت اسمك ايه؟ صقر متعب علي العيدي. انت كنت بتقاتل مع الحوثيين؟ ايوه، كنت في البيت ودون، قالوا تقبل طقم، قالوا لا، بنادق وطلعونا الجبهات. خدوك من بيتك ازاي؟ ايوه، شلونا، كان نروح الدوله بنادق وحر، حطونا في الجبهه نبدي نطلع لهم امداد وكله وما، وقعدونا هناك شهرين وحر ردونا. معاهم في حروب؟ ايوه في حروب، ياكلونا في اليوم قدام ودام دام، ما حد ياكله مر، كل يوم يدوا يعني علم ما يدوا لنا حبوب، قالوا يعني يقويكم وذياك، بغبص اقول ما بلا ما عب اشرب، بخباها وبقول لهم شربتها. ضربونا اول ما عاد، حين كان نقول ما نشتي نطلع جبهه ورجع، تفجونا وطلعنا صميل. انت اسمك ايه؟ ناصر محمدي حاجه شيش. وخدوك ازاي؟ خدوني من المدرسه وانا بدرس، باجي 24 طالب احنا في الفصل، قتلوا معبيين الا 7، هربنا ورجع اهلنا شلونا وطلعونا كذا. قالوا ياخذونا معانا لكم مدرسه دوره، رحنا دوره، اللي دخلونا داخل قار منرى، لا ليل احنا دارين، لا ليل ولا نهار، ما بالله قعدنا ورجع خرجونا ليل وهجمنا. قالوا بينيموكوا فين؟ داخل تعنش الغار، شمات رقدته وكل شيء فيه، في بترون تحت، في تحت الارض في صنعاء مدري فين. اول وعد عذبونا ورجع حاروا وجوا صلانا ساد يعلمونا ومدري وين، قال لك يثقفونا. وايه اصعب حاجه شفتها هناك؟ السب في الصحابه وتعليمنا انهم ذيا خليفه من الانبياء مدري وين، يعلمونا عبد الملك مدري معظم، يعظموا حتى اننا ما عاد نقدر يعني في سيدي ومولاي عبد الملك نقول. القران ما كان يخبصوا لنا، القران ما حفظنا زد. قالوا النبوه نزلت على علي الا محمد شلها عليه وهو طفل. لو سمع عن الصحابه على ما بدرست في المدرسه ما يعظموني الا الحسن والحسين وعلي كرم الله وجهه، واما عمر وعلي وابو بكر وهؤلاء وعثمان يعني يشلوا الخلافه كذيات، يعني هلا طمعوها على علي وهو جاهل. كانوا بيجبروك ان انت تحفظ؟ بنحفظهم. ما اللي يرفض بيقتلوه. رفض بن خالي وعاد في السجن لليوم، كان يعني يسمعنا الحديث وخلينا نحفظه ونسمعه له. بعض سمعوه واحنا انا نفسي ما سمعته، ما حفظته. واحد مننا عاد اليوم مأسور عندهم من الضرب، كان يسبهم ويسب، يقول لهم انتم كذابين وانتم. اي حرب رحت المخا شاركت فيها؟ اكيد. كانوا بيدربوك ازاي تمسك الاسلحه؟ شلوا الاسلحه وقالوا هجموا فوق العدو، وهجمنا وقتلوا زملائي كامل مع بيد اللي انا دعرت بالبندق وهربت، ورجع قالوا ليه هربت؟ دعروا بي في السجن. وقلت لهم يعني ابوك وامك كانوا بيعرفوا يوصلوا لك؟ اهلك ما يقدروا، ما يقدروش، ما هم دارينين. انا ما دري ولا بعد شهرين ورجعت اتصلت لهم، لقيت لي تليفون وحافظ رقمهم، اتصلت لهم ولقوا لي شلوني وقطعوني البلاد وطلعوني كذا. قالوا لك ان كل اللي حفظته عن القران الكريم غلط؟ نعم، الدور الاحاديث ما لها داعي، ما حفظناها لحال. كانوا بيمارسوا معاكم ممارسات جنسيه؟ يعني حاولوا استغلالكم؟ نعم. مدرسة من عمران. خدوك ازاي؟ من المدرسه ساعه الراحه، شمموني وقدروني في الطقم. ودار داخل الغار. وخدوك على فين بعدها؟ صعد تحت الجبل. دربوك على حمل الاسلحه واستخدامها؟ نعم. ايوه، وكان يضربونا يوميا، يضربونا علينا. اذا رفضت يضربونا. ونمشي في الصحراء اياهم في الشمس حتى نحرك جلاسنا. يدربوك في الجبل؟ كان طلع السحب على طول. انت شاركت في معركه ايه؟ نعوديه سوا. في المخا؟ كنا نقول لهم البلاد مش تنضونا، لا عندهم ولا ابونا يعلمون اننا عندكم. شي نهتم بدراسه يقولوا ليش احنا نقول كذا. وبياكلوك كم مره في اليوم؟ هذا كان حوالي ظهر بس. ايه اكتر حاجه وحشه شفتها من الحوثي؟ سب الرسول وسبوا عايشه. بيسبوا الرسول؟ عايشة تكلموا في هذا المزاني هنا يعني بيسبوا علمنا ويدلك يقول علي وعثمان يكسروا الخلافة على علي ومحمد علي ومحمد عمر وعثمان وعمر وابو بكر الصديق رضي الله عنه عثمان وعمر وابو بكر الصديق يسرقوا الخلافة نعم أيوه. على علي وعلي صغير والقرآن نزل على ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم على قوي جبريل في الإنزال. مختار هذه على اليدي. أنت كم سنة؟ أنا 12 ونص. 12 ونص وأنت كم سنة؟ 14 من دخلهم. وأنت؟ أنا 13 ونص. 13 وأنت؟ 13. كم سنة؟ خدك إزاي الحوثي؟ أيوه أخذني وأنا في السوق في صنعاء وأخذوني كان يدوني أروح أديلهم قدم. حطوني في غابة في صنعاء عنبر في بيت ايوه يضربوني قوي خلوني اطلع قدم والماء تكون اخوه جنبه. انت كان معاك حد تاني من أيوة. من عيلتك؟ ايوه خاي اخوك كان أيوة. معاك برضه معاك من ايوه وقتل اتقتل ازاي؟ الحوثيين ليه قتلوه؟ كانوا يسبوهم وذيك يا اخوينا على امه وقتلوه. ازاي هنا وصلت؟ ازاي؟ وصلت انا في الاخير ركبت فوق هوركس عرفت الجيني ابي. وانت جيت هنا ازاي؟ عرفت نعرف كلنا هنا عرفت ابي غفر ده بقش الواحد ونشر ابو جاب فلوس الواحد. انا كنت عندهم ورجع بعد ما ذيك اتصلت لابوي قلت له انا عند الحوثي. ازاي اتصلت بابوك؟ اتصلت له بعد ما نزلت السوق نزلت مع الامداد ندي كدم ابن عمي قبل الجبهه وشلني فوق طقمه وروح بي لبلادنا وحر طلعت مع أسرة خوني لهانا. منادي ناصر صالح العامري يتأهنا من بلادنا شلت من الحوثيين. خدوك ازاي الحوثيين؟ يعني احنا نزحنا من بلادنا من الحوثيين في المخدرة، احنا في المخدرة ساكنين، يعني احنا نزحنا من الحوثيين لصنعاء، بدرس انا وزملائي، خرجنا من المدرسة وظهر، يعني شلونا فقط يعني عايدونا مع بعد ما خرجنا من المدرسة، أخذونا ودونا ردونا للمخدرة بلادنا، قالوا نطلع لهم المدد وهذا الأشياء، لا يخلونا نطلع لهم هذا حق. ادوا لك برشام حبوب، ادوا لك حبوب؟ أيوه تخلي الواحد مدوخ، يعني نطلع لهم الماء والأكل، أنا عرفت إني ساير في الطريق الصواب، يعني جينا نهرب منهم، كانوا بيجبروك إن أنت تقتل. أيوه جباري. كنا في البلاد جالسين وقبلونا وبزونا. ودنا احنا ادونا سلاح وكنا ننزل جالسين هناك نقاتل وقالتهم جهاد خطفوني من البيت ابوي اتقلب وانتهى وما معلنا والجهاز صار غمى على عيوننا الى ما وصلنا مكان في الليل ومدريين دربونا وكذلك. كانوا بيدربوك على السلاح؟ ايوه. انت كم سنه سنك؟ عمري 14. خدوك معاهم الجبهه ونطلع مدد وتعزيزات. انت كنت في معركه ايه؟ صروه. ايه اكتر حاجه شفتها بيعملوها الحوثيين؟ يذبحوا ويعني دي ما يصير معهم ويقنعوه ده يسبوا الصحابه اجمعين ويقولوا ان عايشه زانيه وان الصحابه ما هم على حق وانها النبي قالتهم عبد الملك النبي مين؟ عبد الملك الحوثي؟ إيه؟ بيعتبروه نبي؟ قدوا مولاهم ويخدموه ويفعلوا له. عملوا معاك اي ممارسات جنسيه؟ ايوه ويحرقونا بمحامي. انت جيت هنا ازاي؟ شردنا في الليل واحنا خدمات وهربنا واصحابنا. ما كانوا بيعذبوك؟ لا والله بيعذبونا والله. انت قعدت عندهم كام شهر؟ قريت عندهم باجي سنه ونص. عبد الواسع. انت مين اللي عمل فيك كده؟ الحوثيين ادوا عبونا في شكل كرتون عطر هي الحوش حقنا بعدها بس زيتها فتحتها كده مع الريت بعدها طلعت للسطح حقنا فتحتها كده مع الريت فتحتها كده بشد الجرح تطمت يدي فيني جرح لما اقترب الجدار فوق اخواتي حق الخيمه يعني اتجرحوا. انا يحيى صالح. شاركت في الحرب؟ كانوا يخلوني اطلع لهم المدد الحيوت كانوا يقولوا بعدونا نطلع اصباء وكانوا يجيبوا زينا من البيوت كانوا يدونا حبوب من صغيرات وكانوا يخلونا عشان نطلع الحيوت ودونا مدد ودونا قات وكانوا يقولوا دربونا على سلاح كانوا نطلع الحيوت بالقصبه كانوا يخلونا نطلع المدد فانا عندهم كنت اشير للبيت وكانوا يجوني يبزوني بالطيب على الارض البيت يدوا لي حبوب. عملوا فيك اي ممارسات جنسيه؟ ايه. انت قعدت عندهم قد ايه؟ شهرين 3. كانوا يبزوني. ضرر العمر. قولي لي اكتر حاجه انت لقيتيها متعبه معاهم. الصلاة أكثر حاجة، الصلاة هو الزيادة الذي مش ملتزمين فيه. في عندهم يعني علموهم إنه السربلة لا، ممنوع يسربل، يقولوا آمين. تمام. كمان عندهم الصلاة يعني يقول لك أنت ما دام أنت بالجهاد مع ربي ومفاتيح الجنة معك مش ضروري إنك تصلي. مفاتيح الجنة يعملوهم مفاتيح، ومعلقين المفاتيح في إيديهم، لما يموت خلاص هذا مفتاح الجنة. ولقيتي معاهم حبوب؟ في بعضهم شمة وقات، الشمة والقات هذه موجودة. لقيتي آثار ممارسات جنسية؟ كانوا في الدفعة الأولى، كان في معاهم في تحرشات الدفعة الأولى جنسية. دول حوالي 80 طفل وكل واحد فيهم له قصة. الأعمال الإجرامية اللي تعرضوا ليها تكاد تكون متشابهة، البرشام، بحمل السلاح، حتى الممارسات الجنسية. محمد علي محمد من مدينة الحديده. احكي لنا المعاناه اللي بيعانوها. ان الحديده بيقولوا فيها مجاعه، فيها سوء تغذيه، بياخدوا من التجار مجهود حربي، ما تستطيع تتكلم ولا تاخد حريتك ولا تاخد. احكي لي ازاي بياخدوا الاطفال؟ في منهم ياخدوهم يكون عندهم مشاكل يعني مشاكل في السجون، يكونوا صغار ياخدوهم، ومنهم يكونوا في دار الايتام، ومنهم يكونوا بسبب الجوع محتاج لشويه لقمه عشان ده، فيضطروا يغسلوا له عقله ويقولوا له نحن بنسوي له كل شيء وياخذوه. اذا كان في البيت 3 رجال ياخذوا 2 ويخلوا واحد في البيت بالقوه، واللي يتكلم يقتلوه. وحصلت حادثه مره في حارتنا، واحد صاحبي حاره غليل، هذه حارتي انا، واحد من اصحابي طايش، واي في باي بلد في ناس طايشين شباب وزي كذا، ونقدر الحكومه تقدر تتعامل معاهم باسلوب رهيب. هذول يتعاملوا بالرصاص، حتى انهم طلقوا عليه وعوروه وعوروا امه كمان. ومع الاطفال شفت قدام عينيك بياخدوا اطفال؟ ايوه بيكلم، ايوه بياخدوا اطفال. من كم سن كام؟ يعني من سن 10 سنين، من سن 11 سنه ولا 12 سنه. حد بيتضرب عندهم ما بينزفش. بتقول الحوثة متعودين انهم ياكلوهم حبوب، حبوب ما ادري ايش من حبوب، منع الحمل، لقينا منع الحمل معاهم. ايوه ياخذوا منع الحمل، يعني لو تصوب برصاصه ما ينزف. وممكن في حبوب ثانيه اللي يقولوا الذره تشيل الفيل، النمله تشيل فيل. في المعارك مسكنا حبوب منع الحمل. حاربت اطفال؟ يعني لقيت اطفال في الجبهه؟ ايوه طبعا لقيت اطفال كثير. اكثر حاجه متطوره لقيتها معاهم في الحرب؟ معاهم صواريخ، اول مره اشوف. محمد صالح حضرم، ايوه شاركت في جبهه سروح والجوع، قايد فصيل. انا سمعت ان بيبقى معاهم حبوب منع الحمل حتى لا ينزفوا، يعني المصابين منهم ما ينزفوش، صح؟ نعم هذا موجود. وفي برضه عاده في موقف طبعا شفنا اطفال صغار معاهم يكونون حد اصحاب المتعه، يعني هكذا يقول لنا بالحد. نحن شفنا اطفال صغار كانوا قناصين، ايش كنا نسالهم ايش عملكم؟ اسرناهم، قلنا لهم ايش عملكم؟ قالوا احنا المتعه حق القناصه، يعني متعه القناصه. يعني بيستخدموه كمان في ممارسات جنسيه غير شرعيه؟